لا زالت مشكلة ارتفاع أسعار التأمين تورق الكثير من الأشخاص، حيث وصلت الأسعار إلى ارتفاعات عالية، فبلغت قيمة وثيقة التأمين للنقل الخفيف من 1400 ريال إلى 2500 ريال، والنقل الثقيل من 2500 ريال إلى 4000 ريال. عندي سيارتين ولا أقدر على تأمينهن. أول ما أمنت على دور 850 وما قرب ينتهي تأميني، وجيت أبي أمن واللي هو 1200 و1300 و1500، يعني ما في سعر نفس الشركات نفس السعر، كل شركة لها سعر. عندي يا طويل العمر سيارة لموزين، الآن مطوفها الاستمارة نظرا لعدم قدرتي أسدد 3000 ريال أقل شيء تأمين على السيارة 3000 ريال. طيب أنا من فين أجيب 3000 ريال؟ أحيانا ما ألقى ولا ريال وأنا أعوم في شوارع الرياض، يعني هل التأمين ما وراه مسؤول؟ ما في مؤسسة أنك تلاحظ الشيء هذا؟ ما في جهة مسؤولة نروح لها نقول له يا ناس افزعونا من المشكلة هذه؟ إيش معنات يا أخي من 400 ريال إلى 3000 ريال؟ الناس صارت ما تأمن، ليش والله أمن طال عمركم وحنا أمن لي؟ بعض الناس يمكن ما عنده راتب، ما عنده يتسلف المبلغ 300 ولا 2000 ريال عشان يأمن سيارته. المرور طال عمرك كنا أول راجع المرور ما في إلا قدامي 5-6 أشخاص. الحين الناس فوق الناس، اللحم فوق اللحم. ليش والله ما أمننا؟ والله هذا صادمنا مع تأمين. حبتلاشنا بالشغلة هذه. حنا نطلب من مؤسسة النقد أنها تنظر موضوع الشركات، التأجير، الليموزين، الناس الثانية. يعني مو معقول ان كل يوم يرتفع سعر، كل يوم يصير مبلغ يعني صار من 100% الى صار 500% ارتفاع الاسعار. طالب العديد من المتعاملين في سوق التامين بضروره تدخل المؤسسات المسؤوله لضبط الاسعار ووضع حد لها بدلا من انفلات السعري المجنون. خليل الجبيري، الاخباريه، الرياض.